لو الحكاية فيها إن فيتو احنا خلصنا عندنا مجموعه رسائل للدكتوره هتوجهها لبعض الشخصيات. عايزين حضرتك رساله اولا للدكتور حازم البهلاوي الذي قدم استقاله الحكومه بالعكس. يعني انا اقول له يعني سعيكم مشكور. دكتور حسام عيسى الحرس الجامعي يعني دخل يوم خرجتك. المشير عبد الفتاح السيسي ربنا معاك. دكتور عبد المنعم مفتوح. الدكتور عبد المنعم ابو الفتوح طلع من عارف الراجل ده. عايز اقول لحوش دموعك يا امان. الدكتور حسن نفع سياسي حلزوني. الدكتور محمد مرسي يعني هو ممكن يرفع شعار لقد وقعنا في الفخ. حمدين صباح. حمدين صباحي يعني العب بالراحة. الفريق سامي عنان معرفوش. والفريق سامي عنان ما اعتقد ان غموضه اكتر غموضه وغموض موقفه اكتر من قدرتي على التقييم. انا سامي عنان فيتو موقع وجورنال جميل وشاب وفي كل المواصفات اللي تؤهله انه ينافس وينافس بقوه كمان الفتره الجايه ان شاء الله.